نأيد كلامي بفيديو لمدير صحة الكرخ على الإيدز اللي اكتشفه بس فقط بالكرخ 6 حالات، ويقول العام الماضي كان العدد عبر 20. يعني معناها دق ناقوس الخطر، اكو ايدز ببغداد. هسه الوزيره تنكر، مدير صحه الرصافه ما يدير بال او يغلس، ما عندنا مشكله، لكن مدير صحه الكرخ، وهذا ما يحكي من فراغ، هذا مسؤول، يقول اكو 6 حالات. هذول شلون 6 حالات انتشروا ببغداد؟ وهذول 6 حالات بعدهم 6 لو انصابوا بعد ناس. خلني نشوفه حتى يطلع كلامي مضبوط، انتوا جليله حتى يطلع كلامي مضبوط. شوفوه. انذار مبكر للجهات المعنيه قبل فوات الاوان، اكثر من 10 حالات اصابه بفيروس نقص المناعه المكتسب الايدز سجلت في بغداد، بالاضافه الى حالات اخرى لم تظهر عليها اعراض المرض بعد. هذا ما اعلنته دائره صحه بغداد. عدد الحالات المؤكده في صحه الكرخ الاشهر الماضي 15 حاله، 13 منها من سكنة بغداد الكرخ، وحالتان من سكنة الصويرة. 2 من هذه الحالات هم من حملة الجنسية الأجنبية، من العمالة الوافدة من خارج العراق. تم اكتشاف أغلب الحالات بشكل عرضي أو عن طريق الصدفة، كان 7 منهم بسبب تبرع بالدم، وتم فحص الدم وتم اكتشاف أنهم ملوث، و4 منهم أرادوا إجراء عمليات جراحية، وأيضا بفحص الدم تم عرفنا أنهم مصابين. فهذا معناه، بما أن هذه الحالات 14 حالة اكتشفت بشكل عرضي، هذا معناه أن هناك أضعاف هذه الأعداد غير مكتشفة، فيما لو راجعوا مراكز الفحص فأنا متأكد أن النسبة ستكون كبيرة. فيروس انتقالي سريع الانتشار، تسهم أسباب عدة في انتشاره بحسب مختصين، أهمها غياب الرقابة الصحية على الوافدين والمسافرين، بالإضافة إلى الممارسات الأخرى التي تجري بعيدا عن الدين والأخلاق، فضلا عن انتشار مراكز الوشم والمساج غير المرخصة في البلاد. النقطة الأساسية نتابع الوافدين اللي جايين من خارج العراق، وبعض اللي خصوصا من بعض الدول اللي هي متوطئة في هذا المرض. هاي كانت في السابق متابعة محلات الوشم ومحلات الحلاقة ومحلات المساج، وهذه اللي الآن منتشرة في بغداد واللي بدون رقابة. حقيقة هذه الرقابة الأساسية هي وزارة الداخلية للحد من هذه الأمراض. أيضا كذلك راح نقوم بحملة بالرقابة الصحية على جميع المكانات اللي مو مجازة واللي تعمل بهذا الاتجاه. يشار إلى أن الفيروس قد دخل إلى العراق للمرة الأولى عام 1985 عن طريق دم ملوث تم استيراده من شركة فرنسية، أسفر عن إصابة العشرات من الأبرياء. صحة بغداد تطالب جميع الجهات الحكومية بالتدخل السريع لوضع حلول مناسبة للحد من هذا الفيروس قبل الوصول إلى مرحلة تصعب فيه السيطرة على هذا الوباء الخطير. من داخل دائرة صحة بغداد الكرخ، غيث محمد، قناة الرشيد الفضائي.